يوم تقول طال عمرك عن الايتام، يوم تقول صرفنا من جيوبنا، يا ما صرفنا من جيوبنا، يقول يا ما صرفنا الك نتضرع ونسهب في مناجاتك ونستوجب دعاك باحسن شيء سوينا، يا ما عمرنا المساجد من صرواتك وعلى اليتامى صرفنا من مخابينا. وعلى اليتامى صرفنا من مخابينا، صح لسانك. الله يصحك. هالبيتين الموت ما منه فوت، والايتام والله ان لهم حق، والكلمه اللي تقال ولا بد احنا نذكرها، ايتام حايل، وقف حايل يا جماعة الخير. الآن وصلنا 11,576,000 من فضل الله، ما شاء الله. هذه ترى احنا بادين صفر ولا شيء، الحين 11,500,000 وزود. يا ربي لك الحمد. الهدف ان شاء الله 25 مليون. يا سلام. والله يا جماعة الخير ما هي بصعبة، تراه يقوم بها واحد تاجر واحد من تجار الخليج. ما احنا وش نقول؟ نقول ودنا الكل يشارك لأنه ما نقص مال صدق، والله لو بريال ولا بخمسين ولا بألف، والله ما هي بضارتك. ويمكن الحين لو نقول كم، لو أقول يا أبو عبد العزيز كم في حسابك بالضبط بالهلال، والله أنك ما تدري. والله عندي ها كذا كذا، لكن بالريالات والله ما أدري، أنا وكلنا ذاك الرجل. فلذلك يجب على الإنسان يتبرع فيها. وبعدين يخلف الله عليك، أبا شارك معكم بسالفة خفيفة جميلة حصلت وجتني وقد قلتها قبل في قناتي في اليوتيوب. هذا رجل يقول كان عند كاتب عدل معاملة، يقول يوم حضرنا، لا والله هكا الحرمة ضعيفة فقيرة بين عليها الفقر طول وعرض، عباتها وحالتها اثرها، شاري بيت من راعيه ومتواعدين بيفرغونه في كتابة العدل عند الشيخ. كم هو بيت شعبي قديم صغير متهالك ب70,000. جت بعت شريت عدة دراهم، يوم عدة دراهم الشيخ قال هذه 65 ميب 70. قال لا يا شيخ أنا بايع 70. قالت والله ثم والله إني جامعتها على 100 و200، والله إن كل أكثرها سلاف، واللي مهو بسلف إنه عطى الوجه الله من المحسنين، والله يعجز أدبرها 5,000. وهذا أنا وراي قوش تيتام، خف الله يا مسلم، احسبها للايتام لا تحسبها لي. بعض الناس ما وفق للخير، اللي قال عنها ايش؟ مسكين. والله انها مسكين، ولا وش بيدفن معك شيء يا ابن ادم؟ والله انك بتروح تخليها. قال ابد الخمسه قبل ال65. ناظرها الشيخ قال يا ابن الحلال، قال مره يا شيخ حلالي؟ قال والله حلالك، انا ما اقدر اقول شيء. يقول الرجال اللي حاتيني، يقول انا وراهم انتظر يخلصون عشان تجي معاملتي. يقول واسمع الحوار قدامي، يقول وانا اطمر. قلت يا شيخ، قال ذا مره هون تجل، يقول راعي البيت. قال لا 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 تهون يا شيخ، الفرق 5,000. قال لي، قال عندي، ما يعرفه ما شاء الله، قال عندي انا. قال جزاك الله خير، حاضره. قال اروح للصرافه واجيك. قال هذا الصرافه تحت. يقول واطمر واصرف 5,000 واجيبها وادها للشيخ ويكتب وينقلون البيت باسمه. يا سلام. يقول الحرمه ما عاد قدرت تتكلم، انخنقت العبره. يقول دموعها تهل، يقول وهي تلتفت القبله وترفع يديها والله وتدعي. والله ما سمعت منها كلمه، لكني احس بشيء يدق في قلبي، من قلب احس بشيء وصلني في قلبي، اسمعه في قلبي ما ادري وش. يقول واستبشر خيقت، يا الله انها لك يا كريم. يقول واروح، يقول شاري لي ارض، والله اني شاريها عشان تمسك فلوسي بس، خفت اسافر ولا تروح علي دراهمي، بس كذا شاريها كذا. ايوه. يقول وخليه، يقول يوم اخذت لي اسبوعين ثلاثه، يقول له والله اتصل على جوالي. أيوة. فلان ابن فلان. قال نعم. قال عندك ارضا في المكان الفلاني؟ الله اكبر. قال الله الله. قال هي للبيع؟ قال لا والله ما هي للبيع، شكرا. يقول اقف. يقول شوي لا اتصل ثاني. قال يا اخوي ترى ما هناش حرام على البيع ولا في شيء بالغصب، سير علي انا راعي المكتب العقاري الفلاني، اما جاز لك كلامي فالله يستر عليك. نعم. يقول قلت جاني، قلت خل اروح اشوف شو هو صاد، ما هناش بالغصب. يقول اروح العصر وانا عنده. يقول صب لي بياله شاهي، يوم درت يوم ادخلها كالرجال تنهب عبد الكريم كذا ما شاء الله لا اله الا الله. اي تاجر، اي سكبه تاجر بس. اي لا دراهمك واجد واضح، لا دراهمك واجد واضح على هالحلاقه بعد ما شاء الله. يقول ادخل هاك الرجال في مثل عمر ابو عبد الكريم، يقول وقعد ساكم الله بخير، هلا وسهلا. قال يا الحبيب
بالعربي أرضك أبيها. ما شاء الله. قالوا شلون؟ قال أخوي منا وأخوي الثاني منا ولد عمي قبالي حارة أهلي ذي ما عاد فيه إلا أرضك وأنا ملزوم بها حد. يقول قلت والله من حد لد. يقول لا أنا تعظامي هالحين أنا حسيت الدعوة فيها دراهمات. اي والله. يقول ما هقيت. يقول أنا ما والله عشان تمسك فلوسي مو عشان أتاجر. يقول قال الله عطاك مية مكسب. يقول قلت لا 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 المية مين. قال 200. قلت تبد سلام عليكم. قلت أتشددت شوي أبي الزود. يقول ثلاث. يقول قلت يا ابن حلال أنت جايبني عشان تعطي. أنا ما همتني الفلوس. قال والله بيها. يقول يوم قعدت البيالة وجيت أقوم قلت أكرمكم الله. قال أقول خمس اقعد. يقولوا 500,000 والله ما دار شهر على فزعتي لهك المسكينة. شوف ربك الكريم سبحانه يقول أنا ما نويت أبيع لكن ربك يرزق ما يشاء بغير حساب. يا جماعة الخير الله يرحم والديكم نتكلم ونقول لا تحسدون أنفسكم هالفضل العظيم اللي بتعطيه هالأيتام بيبقى لك ترى ما حد ما أخذه منك هو لك ما نقصها باله. الله الله. وغير هذا ربك كريم يخلف عليك أما بصحتك ولا بسلامة عيالك ولا طعمك بسعادة نفسية ولا بمال. والله ذو فضل عظيم سبحانه وتعالى ولا لا يا شيخ. بتورونا الفيديو يلا. يقولون الشباب معنا فيديو طريقة سهلة جدا جدا بالجوال وانت جالس عند المكيف. شوفوا يا شباب عطونا دقيقة من وقتك وبضغطة زر تكفل اليتيم وتنهي معاناة أسرة عبر مساهمتك في وقف أيتام حائل وذلك عبر مصرف الراجحي. ادخل التطبيق واختر أيقونة التحويل. اختر تحويل لجمعية خيرية. من القائمة اختر جمعيات رعاية الأيتام والخدمات الصحية. ابحث أو اختر الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بحائل. من حسابات الجمعية اختر حساب الوقف. تبرع بما تجود به نفسك وهنيئا لك تجارة لا ولن تخسر فيها بفضل الله تعالى. عليك بوقف اليتامى فخير به يبعث الروح يعلي البناء. حياكم الله يا متابعين الأعزاء. أعتقد الطريقة وضحت لكم وسهلة جدا وهلا تحرمون أنفسكم الخير الله يسعدكم. الباركود موجود الآن أمامكم على الشاشة. أسأل الله لا يحرمكم الأجر ويجعلها موازين حسناتكم حسنات والديكم ويجعلها دفعة بلاء عن أعماركم وأعمار عيالكم. قولوا آمين. يوفقكم في الدنيا والآخرة والجميع الحضور إن شاء الله تعالى.